بابارازي. وانا ادفع ليه فلوس عشان اغني مع حد؟ يعني مبدئيا انا لما قلت الموضوع ده انا ما بقصدش حد خالص والله، ما فيش، بس هي دي الرولز الموجوده. انت عشان تغني معايا حد من بره هتدفع فلوس. كل المطربين، ما فيش اسم واحد، كل المطربين اللي غنوا مع مطربين مش مصريين دفعوا فلوس. فانا شايف ان ده حاجه مفيده دعائيا، لكن نفسيا انا شايفها بتنقص لي حته كده، اللي هو انت كمشاهد عادي مش عارف تفاصيل اني دفعت فلوس، هتحسبها لي ان رامي غنى مع كذا. انا كرامي هحسبها ايه؟ بس يعني انا ليا ملاحظه. اتفضل. اولا يعني معظم نجومنا في الغنى اشتغلوا مع اجانب، يعني عمرو دياب وتامر حسني حكيم وغيره، وسميرة سعيد يعتبر لو افترضنا جو الراي كده كله حمائي في احلى حاجه فيك. لكن بتبقى اللي بيدفع بيبقى شركات انتاج. ايوه، مش المطرب هو اللي بيدفع. ايوه انا فاهم، بس انا عندي خلي بالك جزء بتاع الملحن. لو شركه الانتاج الخاصه، الشركه مستعده تدفع. المره دي كانوا، المره دي كان في اسم مهم جدا كانوا موافقين عليه وكانوا كلموه، والاسم وافق على رقم اقل من اللي كانوا هم متوقعينه مثلا 20 مره بيغني معاه، لمجرد ان هو قال لهم ايوه ده بيغني عربي، بس مش اللي هم بيقعدوا يعني هو بيتكلم على العرب الشرقي. هو مبسوط ان انا مش من الناس اللي هي بتقعد تقولها كتير. بابارازي اقوى موقع فني في